اسم التجربة بتاعتي كيرشوف سيركت. هدف التجربة الايم بتاع التجربة فيريفاينج تحقيق كيرشوف رولز القاعدتين بتوع كيرشوف. الدائرة بتاعتي زي ما هي متوضحة، في عندي اربع مقاومات، اتنين متوصلين على التوالي واتنين متوصلين على التوالي والثنائي متوصلين على التوازي. كيرشوف رول القاعدة الاولانية كيرشوف كارنت رول بتقول لي انه السميشن بتاع الاي بيساوي الزيرو. ده معناه ايه؟ معناه انه الاي توتال بتاعتي اللي داخلالي لما بتتوزع ما بين الدوائر المتوصله على التوازي اي 1 واي 2، يبقى الاي 1 زائد اي 2 لازم يساوي الاي توتال بتاعتي. طيب القاعده الثانيه بتاعت كيرشوف، كيرشوف فولتج رول كي في ار بتقول لي ان السميشن بتاع الفي بيساوي زيرو. ده معناها انه الفولت التوتال بتاعي اللي داخلي لما هيتوزع على الدايره بتاعتي يبقى في 1 في 2 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 كله هيساوي الفي توتال بتاعتي، يعني السميشن بتاع الفي هيساوي زيرو. نيجي للدائرة بتاعتي، الدائرة بتاعتي زي ما احنا شايفين في عندي اربع مقاومات، اتنين متوصلين على التوالي ار واحد وار اتنين، ار تلاتة وار اربعة متوصلين على التوالي، والثنائيين متوصلين على التوازي عندي. هوصل الدائرة بتاعتي بالبطارية زي ما انا شايف كده، زي ما موجود عندي في الرسمة هنا، الطرف الاول متوصل ببداية الدائرة والطرف التاني الموجب السالب متوصل بالطرف التاني. طيب انا دلوقتي عايزة احسب عندي الاي توتال بتاعتي. الاي توتال بتاعتي طبعا الاميتر متوصل على التوالي بالدايرة، كل اللي انا هعمله اني هشيل طرف من البطارية اوصله على طرف الاميتر بتاعي، والطرف التاني هقوم مدخلاه عندي جوه الدايرة بتاعتي. يبقى انا كده حسبت مين؟ حسبت القيمة بتاعت الاي توتال بتاعتي. طيب دلوقتي انا عايزة احسب اي واحد واي اتنين. علشان احسب اي واحد واي اتنين عندي في الدايرة، هشيل السلك بتاعي اللي متوصل ما بين ان انا موصله بيه المقاومتين بتوعي، وهوصل عندي هنا ايه في النص. يبقى انا كده حسبت او قست بمعنى اصح الاي واحد اللي ماشي عندي في قلب ار 3 وار 4. طيب عايز احسب اي 2 نفس الحكايه، هشيل السلكه بتاعتي الثانيه ديت، وعايزه اقيس اي واحد اللي مره داخله عندي جوه ار 1 وار 2 واجيب القيمه بتاعتها، واشوف عندي انه سمشن احقق انه سمشن الاي بيساوي زيرو من خلال الاي توتال ومن خلال الاي واحد اي اتنين. كده انا حققت القاعده الاولانيه. عايزه احقق القاعده الثانيه اللي هي السمشن بتاع الفي بتساوي زيرو. طبعا انا بظبط الفولت بتاعي على 10 فولت، يبقى انا كده عارفه ان الفي توتال بتاعتي هي عباره عن 10 فولت. طيب عايزه احسب في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4. احنا عارفين ان الفولتميتر بيتوصل على التوازي في الدايره بتاعتي، كل اللي انا هعمله هجيب الفولت بتاعي وهوصله على التوازي مع ار 1، وبكده انا بحسب القيمة بتاعت في واحد. عايزة احسب في اتنين نفس الحكاية، هوصلها على التوازي مع ار اتنين، وبكده انا هشوف القيمة بتاعت في اتنين عندي. نفس الحكاية هعملها مع في تلاتة وفي اربعة واجيب القيم بتاعتهم وحقق انه سميشن بتاع الفي بيساوي زيرو. يبقى انا كده حققت وعملت فيريفاينج للرول التانية لقاعدة كيرشوفت. يبقى احنا كده خلصنا التجربة.